نعمل اول حاجه سلطه الطحينه. عندنا كوبايه من الطحينه وكوبايه زبادي، والزبادي هنا بيخف شويه التقل بتاع الطحينه، تمام. عندنا كمان كوبايه ميه، ربع كوبايه خل، ومعلقتين كبار من التتبيله اللي احنا عملناها في اول حلقه، هي الجوكر معانا النهارده وهي شغاله معانا في كل الوصفات. هنجيب معانا الويسك ونبتدي ننزل الطحينه في بوله. بحط الخل وابتدي اقلب الطحينه، ومعايا كوبايه ميه هنزل بيها حبه بحبه لغايه ما اخد قوام الطحينه او قوام السلطه اللي انا عايزاه، تمام. يلا بينا. كل ما بتحطي ميه وتقلبي بتلاقيها لونها ابيض وابتدى القوام بتاعها يخف حبه بحبه لغايه ما تاخدي القوام الامثل اللي انت حباه بالشكل ده. هحط الزبادي، ممكن كمان نحط شويه معلقتين من المايونيز كمان بيدوا طعم حلو جدا، ونقلب كله مع بعضه. نحط كمان معلقة مية زي الفل. خلاص كده قوام الطحينة معايا مظبوط، فاضل ان انا احط لها بقى التتبيلة بتاعتنا اللي فيها كل اللي انا محتاجاه. فيها الثوم والليمون والخل والملح والكزبرة الناشفة، فيها كمان الفلفل الاخضر، تمام. حط بقى الكمية اللي انا عايزاها لغاية ما اخد كمان الطعم اللي انا عايزاه، تمام كده زي الفل. ولا اسهل من كده، بقولك التتبيله دي بقى معاكي في التلاجه هتشجعك وهتساعدك انك انت تعملي حاجات كتير وبسرعه من غير ما تاخد منك وقت. عملنا سلطه الطحينه، يلا بينا نغرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام حلو جدا، لان الطحينه كمان من الحاجات اللي لما بتقعد بتلاقيها تقلت. وهنا بسم الله التتبيله دي اللي احنا عاملينها هتدي لسلطه الطحينه طعم هايل جدا. شطه بسيطه لو حابين كفايه جدا، ونحط الطحينه هنا. جميل جدا.